أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن، المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة طه، والتي تعقد في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. بعد أن ذكر الله عز وجل ما حصل بين موسى وفرعون، وكيف أن موسى قد دعا فرعون دعوة حكيمة رفيقة وجاء بالآيات البينات، فكذب فرعون وأبى أن يقبل الإيمان. بعد ذلك قص علينا الله عز وجل ما حدث من السحرة، وكيف أن الله وفقهم للإيمان وحرم فرعون ومن تبعه هذه الفضيلة والكرامة العظيمة. انتقل بعد ذلك إلى انتقال بني إسرائيل من أرض مصر، فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن يسري ببني إسرائيل وأن ينتقل بهم من مصر ليلاً، بحيث لا يشعر بهم فرعون فيردهم عما أرادوا. قال: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. أسر بعبادي أي أخرجهم ليلا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني إذا بلغت البحر وأدركك فرعون ومن معه فمعك العصا، هذه العصا التي أصبحت لها مهمات كثيرة جدا. المهمة الأولى أنها صارت آية عظيمة جدا وأكلت كل السحر الذي جاء به سحرة فرعون، والثانية أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أقبل على البحر أمره الله أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. والثالثة أن بني إسرائيل لما كانوا في التيه وعطشوا جاء بحجر له أربعة وجوه، فضربه موسى بالعصا فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. فكانوا يحملون هذا الحجر أينما حلوا، فإذا أرادوا الماء ضربه موسى بعصاه فانبعث منه الماء. وهذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل. قال: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، وأضافهم إليه لأنهم كانوا مؤمنين، فاضرب لهم طريقا ليجوزوا المنطقة، وهذا في أعلى البحر الأحمر الذي يسمى قديما بحر القلزم، له شعبتان أو عقبتان، المقصود أن يجتازوا إحداهما، يجتازوا الأولى مما يلي مصر من أجل أن يصلوا إلى أرض سيناء التي فيها جبل الطور. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي يكون يابسا، لا زلق فيه ولا بلل فيه، وهذا من عظيم تقدير الله عز وجل، ينفرق الماء ويقف كأمثال الجبال وتصبح الأرض يابسة
ليس بها بلل ولا طين ولا زلق، من عظم تأمين الله عز وجل للطريق الذي سلكوه. لا تخاف دركا ولا تخشى، أي لا تخاف أن يدركك فرعون بجنوده، ولا تخشى من البحر أن ينطبق عليك، لأن أمر البحر بيد الله، والله قد أمره أن يقف ويسكن ويكون رهوا، أي ساكنا لا يتحرك. لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضلهم وأضل فرعون قومه وما هدى. أتبعهم فرعون بجنوده، لما جاء فرعون وأقبل عليهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، قالها بلغة الواثق بالله الذي يعرف ربه حق المعرفة، وأنه لا يخذله بعد أن أمره بما أمره به من ترك هؤلاء القوم. قال الله عز وجل فأتبعهم فرعون بجنوده، خرج موسى ومن معه من البحر، ووقف فرعون ومن معه على شفير البحر وترددوا هل يدخلون، فهم يرون طريقا سالكا وقد سلكته أمة كاملة فنجت، أم ينتظرون. عند ذلك صدرت أوامر فرعون الضال الذي أضلهم في الدنيا، والآن يريد أن يضلهم فيذهبون كلهم. قال فأتبعهم فرعون بجنوده، أمرهم أن يدخلوا البحر، فغشيهم من اليم ما غشيهم مما هو معروف، أمر الله البحر أن يعود فيطبق عليهم، فذهبت أمة كاملة. يقول بعض المؤرخين كان عددهم 650,000، وذهاب هذه الأمة في أقل من نصف الدقيقة يا إخواني شيء عجيب، لأنه لو كان الذي أنزل عليهم قنابل يبقون أحيانا دقائق أو ساعات أو أوقات حتى يتمكن الموت منهم، أما هؤلاء أطبق عليهم البحر فغرقوا عن بكرة أبيهم. وأضل فرعون قومه وما هدى، أضلهم عن الحق في الدنيا وأضلهم عن سبل النجاة المادية والمعنوية، وما هداهم إلى شيء. قال الله عز وجل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، بعد أن تحدث عن فرعون ومصيره انتقل إلى بني إسرائيل يذكرهم بنعمته عليهم، وأنه يجب عليهم أن يشكروا هذه النعمة ولا يكفروها. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، أنجيناكم من العدو وأنتم ترون، بل وأغرقنا ذلك العدو. قال وواعدناكم جانب الطور الأيمن، واعدناكم الجانب الأيمن للطور الذي كلم الله عنده موسى من أجل أن يأخذ موسى التوراة من عند الله عز وجل ويتلوها عليكم، وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. قال وواعدناكم جانب الطور الأيمن، الأيمن صفة لجانب وليست صفة للطور، لأنه ليس هناك طوران، طور واحد لكن له جانبان، جانب أيمن وجانب أيسر. قال وواعدناكم جانب الطور الأيمن، فالأيمن صفة لجانب، إذن الجانب الأيمن من الطور وعدهم الله فيه من أجل أن ينزل عليهم التوراة، والتوراة قد كتبها الله عز وجل بيده وأنزلها على موسى وواعد موسى ليتسلمها، ولكن حصل ما حصل مما سيذكره الله عز وجل بعد قليل. قال ونزلنا عليكم المن والسلوى، لما جاءوا إلى أرض سيناء لم يكن عندهم زروع ولا بيوت ولا أموال ولا أثاث ولا متاع، فأكرم الله بني إسرائيل كرامة من عنده بأن جعل طعامهم في المن والسلوى. أما المن فهو مادة
تنزل على الأشجار. هذه المادة حلوة صمغية، يأتي الناس ويأخذونها في الصباح، يجمعونها ثم يأكلونها، وتغنيهم عن كثير من الطعام. وأما السلوى فهو طير كثره الله عز وجل فيهم، فكانوا يصطادونه ويأكلونه، يقال له السمانة. جعل الله غذاءهم في هذين، المن والسلوى. وقد قال بعض العلماء إن المن عبارة عن كل طعام يؤخذ بلا تعب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي الفقع اللي نسميه نحن الفقع، ويسمى في بعض البلاد إيش؟ من يعرف اسمه؟ مثل البطاطس، تنبت في البر بعد أيام البطر، فطر يسمونها فطر أو غير ذلك، حبة مثل البطاطس تقريبا تنبت بعد نزول المطر، خصوصا إذا كان المطر في أول الموسم، ثم يعني تخرج على ظهر الأرض، يغطيها قشرة يسيرة من التراب. قال: الكمأة من المن، لأنه لا تعب فيها، لا يزرعها بنو آدم ولا يتعبون في سقيها ولا شيء من ذلك. قال: وماؤها شفاء للعين، أي الماء الذي يعصر منها شفاء للعين. قد أثبت بعض الأطباء المعاصرين أن في ذلك الماء شفاء من بعض أمراض العين، والله أعلم. قال الله عز وجل بعد أن ذكر بني إسرائيل بالنعم التي له عليهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من هذه الطيبات التي رزقتكم إياها ولا تطغوا فيه. قال بعض العلماء: لا تطغوا فيه بأن تأخذوا أكثر من الحاجة، إنما يأخذ كل واحد منكم قدر حاجته في اليوم والليلة. ولا تطغوا فيه، أو لا يطغى بعضكم على بعض بأن يأخذ حق أخيه أو يأكل مال أخيه. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يقول جلال الدين المحلي: فيحل عليكم غضبي بكسر الحاء، أي يجب، يحل بمعنى يجب، وبضمها أي ينزل، ويحل علي فيحل عليكم غضبي. إذن بالضم بمعنى ينزل، وبالكسر بمعنى يجب عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. من حل أي نزل به غضبي أو وجب عليه غضبي فقد هوى في حضيض النار، نسأل الله العافية والسلامة. ثم لما رهبهم الله من المخالفة ذكرهم بالتوبة، فقال: وإني لغفار لمن تاب. وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه غفار وغفور. أما غفار فبمعنى كثير المغفرة، يغفر لعباده كل ما تابوا، غفار يغفر الإنسان كل ما تاب. وأما غفور فمعناه أنه يغفر لهم وإن عظمت ذنوبهم، يعني وإن كان الذنب عظيما فالله يغفره لك، وإن كانت الذنوب كثيرة فالله يغفرها لك. وإني لغفار لمن تاب، ما معنى تاب؟ أي رجع عما كان عليه من فعل المعاصي والذنوب إلى حياض الطاعة، وآمن وعمل صالحا، جمع بين الإيمان والعمل الصالح. ولا يكفي مجرد الإيمان الذي هو مجرد أن يعرف الإنسان الحق أو يؤمن به أو يعتقده، بل لا بد من أن يقرنه بالعمل الصالح قدر ما يستطيع مما أوجب الله عليه. ثم اهتدى، أي استقام وثبت وما شك ولا تردد. ثم اهتدى
والاستقامة هي موطن البلاء، لأن كثيرين من الناس يؤمنون ويعملون الصالحات، ولكن إذا طال بهم الطريق أو فتنوا تراجعوا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. قال ثم اهتدى. قال الله عز وجل لموسى وقد واعده مع بني إسرائيل جانب الطور الأيمن: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ موسى عليه الصلاة والسلام استخلف في بني إسرائيل هارون وقال: أنا سأذهب لملاقاة الله عز وجل وأن تلحق بي بمن معك من بني إسرائيل، لأن مسير القوم الكثيرين يحتاجون إلى وقت، لكن مسير الفرد لا يحتاج إلى وقت. وكان موسى متشوقا للقاء الله عز وجل، يريد أن يجدد اللقاء بالله جل جلاله ويناجي ربه ويكلمه. قال له الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي جعلك تعجل فتأتي قبلهم؟ قال: هم أولئي على أثري، الآن قادمون سيأتون، هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى، إنما جئت إليك مبكرا من أجل أن ترضى عني وتعلم مدى شوقي إليك ورغبتي فيما عندك وحرصي على ملاقاتك. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ما الذي حدث؟ سيأتي ما حدث وتفصيله، لكن هارون تولى المسؤولية بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا حليما صبورا، لكنهم ما كانوا يهابون هارون كما يهابون موسى عليه الصلاة والسلام، لما طبع عليه موسى من الحدة والقوة في ذات الله عز وجل، وكلاهما كان قويا، لكن هارون كان يغلبه حلمه وهدوءه وصبره، ولذلك كان بين الرجلين توازن، هذا فيه حدة وقوة وهذا فيه هدوء وحلم، وكان يسوسان بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. قال: هم أولئي على أثري. يا إخواني، أولئي بمعنى هؤلاء، أو أولئي هي هؤلاء. فما الذي جعل موسى عليه الصلاة والسلام يقول هم أولئي ولا يقول هم هؤلاء على أثري؟ في هذا لفتة لطيفة جدا انتبه لها الوزير الحنبلي ابن هبيرة، ولم أجدها عند غيره، وهي من أعجب اللطائف. قال: إن موسى وغيره من أنبياء الله يستحيون من الله أن يخاطبوه بالهاء التي هي للتنبيه، فالله لا ينبه، التنبيه إنما يكون للبشر، ولا يوجد أحد من أنبياء الله خاطب ربه سبحانه وتعالى بقوله هؤلاء، إنما يخاطبه بهذه الكلمة الكفار، يقولون لربهم: هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، لأنهم لا يعرفون قدر الله فيخاطبونه بهاء التنبيه. أما موسى عليه الصلاة والسلام فإنه لعلمه بالله عز وجل وحيائه من ربه لا يستعمل هذه الهاء التي تسمى هاء التنبيه مع قوله أولاء، فيقول: قال هم أولاء على أثري قادمون ورائي يا رب وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، قدرنا عليهم الفتنة، وأضلهم السامري، أزاغهم عن الحق. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. طبعا ألقى إليه الله عز وجل الألواح وأخذها موسى ورجع وهو غضبان جدا على قومه، لكنه لما رأى ما فعلوا ورآهم يعبدون العجل ألقى الألواح
فتكسرت. طيب لما لم يلقها عندما أعطاها الله إياه وقد أخبره أن قومه قد عبدوا العجل؟ قالوا ليس الخبر كالمعاينة. فلما رأى لم يصدق ما رآه من الهول. هل يعقل أن هؤلاء أهل التوحيد والإيمان وسلالة الأنبياء يشركون مع الله عجلا يعبدونه من دون الله؟ سبحان الله. ولذلك عندما يأتي في القرآن ذكر عبادتهم العجل يقول اتخذتم العجل، ولا يقول اتخذتم العجل إلها. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن يكون العجل إله. واتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل، ولا يقول اتخذتم العجل إلها. لماذا؟ لأنه لا يتصور عاقل أن يكون عجل إلها. فكأن الله عز وجل يتعفف عن ذكر كلمة إله أن تقال ولو على سبيل حكاية الواقع. قال الله عز وجل فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا حزينا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بأن يملككم ويدخلكم الأرض المقدسة ويؤتيكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين؟ أفطال عليكم العهد؟ هل العهد كان طويلا بنعم الله وبعيدا عنها حتى نسيتموها فأخلفتم وخنتم وتركتم ما عهدتم عليه ربكم؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم أنتم تريدون الغضب أن ينزل عليكم من الله فأخلفتم موعدي؟ أخلفوا الموعد لأنهم انشغلوا بالعجل يعبدونه وقالوا سيرجع إلينا موسى، وإذا رجع نظر إلينا واحتكمنا إليه إن كان هذا العجل هو إلهه الذي ذهب يطلبه أو لا. وكان المفترض عليهم أن يسيروا حتى يصلوا إلى المكان الذي واعدهم موسى فيه، وهو جانب الطور الأيمن، وهو موعد لقائهم بالله جل وعلا لأخذ التوراة. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. يعني ما أخلفنا موعدك بقدرتنا واختيارنا، غلبنا، غلبتنا نفوسنا وغلبنا السامري بما زين لنا من الباطل، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. ما أحمقهم، تورعوا عن الذنب الصغير فوقعوا في الذنب الكبير. قالوا نحن حملنا أوزارا من زينة القوم، أخذوا حليا من قبط مصر، لأنهم لما أمروا بالرحيل وبالإسراء استعاروا حليا كثيرا من أهل مصر أو من قبط مصر ثم رحلوا بها معه. فلما ذهب موسى لملاقاة الله قال فيهم من قال إن هذا الذهب لا يحل لكم لأنه لهؤلاء الأقباط، فاجمعوه ثم ذوبوه ثم إذا رجع موسى يرى فيه رأيه. فتورعوا عن الذنب الصغير ووقعوا في الشرك بالله عز وجل. فمثلهم كما يقول ابن عمر مثل أهل العراق الذين جاءه رجل منهم يقول هل يحل لي أن أقتل البعوضة وأنا محرم؟ قال عجبا لكم يا أهل العراق، قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين وتورعتم عن دم البعوضة أن تقتلوها؟ قال الله عز وجل قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. أوزارا بمعنى أثقالا، من زينة القوم أي من حليهم وذهبهم. فقذفناها أي طرحناها في النار. وهنا جاء السامري واستغل الموقف، طلب أن يتولى هذا الأمر، وكان من قوم يعبدون العجل كما ذكر بعض المفسرين، فهو من قرية السامرة
وهم قوم كانوا يعبدون العجل ويعبدون البقر، فحن إلى معبوده القديم وقد كان مندسا في بني إسرائيل ولم يكن مؤمنا. قال: فكذلك أي كما ألقينا ألقى السامري. ثم إنه أخذ قبضة من أثر الرسول، أي قبضة من أثر حافر فرس جبريل، وقد كان عنده علم أن هذا الحافر إذا وطئ على شيء فأخذ ذلك الشيء فوضع في شيء آخر يأخذ شيئا من معاني الحياة، ولا أدري من أين جاء به. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم من ذلك الذهب المصنوع عجلا جسدا له خوار، صنع لهم عجلا وجعل فيه فتحة من فمه وفتحة من دبره، فكان الهواء يدخل من دبره فيخرج من فمه فيكون له خوار. فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، هذا الذي ذهب موسى يطلبه هذا هو، لأنه عجل مصنوع من ذهب ويصوت ويخور. هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نسي موسى فذهب يطلب ربه عند الطور وهو عندنا الآن، أو فنسي السامري العهد الذي أخذه موسى عليه. قال الله عز وجل ذاماً إياهم ومبيناً شدة ضلالهم: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً؟ ألا يرون هذا العجل لا يرد لهم القول ولا يجيب لهم الطلب ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً؟ فكيف يعبدونه وربهم الذي رأوا آياته العظيمة، ومنها الآية القريبة وهي أن الله شق لهم البحر فمضوا في البحر وقد أمسكه الله لهم في طريق يبس لا يخافون دركا ولا يخشون حتى نجوا، ثم دخله فرعون من بعدهم فأغرقه الله فيه. وهذا العجل لا يصنع شيئا ولا يفعل شيئا، أين عقولهم؟ قال: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، يعني وعظهم هارون وقام فيهم بأمر الله وذكرهم بأن هذا شرك عظيم وأن هذه فتنة فتنهم بها السامري. إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين، سنعكف عليه، نعبده، نسجد له ونركع. والعجيب أنهم ما حملوا هذا العجل وقالوا نذهب للقاء الله ولا نذهب إلى موسى، لا، لأنهم قالوا هذا إلهكم وإله موسى، سيرجع موسى ليجد إلهه عندنا. سبحان الله، صوروا يا إخواني بعد سنوات طويلة جدا من التجهيل والتضليل صار عند هؤلاء القوم لبس كثير في قضايا الإيمان والتوحيد، ولذلك ما استحقوا النصر ولا صار لهم شرف دخول الأرض المقدسة. لاحظتم؟ عوقبوا بما كان فيهم من هذا التردد وهذا الشك وهذا التخبط، وعاقبهم الله بأن أبقاهم في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، يدورون في أرض في منطقة سيناء، حتى مات أكثر ذلك الجيل وجاء جيل تربى على الإيمان والتوحيد وعلى القوة وعلى الجلد. وعند ذلك بعث فيهم يوشع ابن نون فأمره الله عز وجل أن يفتح بيت المقدس ففتحها في ساعة. واليوم الأمة الإسلامية تعيش مخاضا مثل هذا المخاض، فكثير من أبنائها لا زال أمر التوحيد ضعيفا في نفسه، عنده استعداد يصوم ويحج ويزكي وفي الوقت ذاته يذهب إلى قبر فلان ويطوف حوله ويطلب منه المدد ويخشى أن صاحب القبر يمنعه من الرزق أو يقطع عنه الولد أو يستغيث به ويخاف منه أن يضره ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمة
ليست جديرة بالنصر، نحتاج إلى أمة قادمة تكون بعيدة عن كل هذا، قوية الإيمان، صلبة التوحيد، تثق بالله وتتوكل عليه. تلك هي الأمة التي ينصرها الله، وتلك هي الأمة التي تستحق الخلافة. قال الله عز وجل: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم، يقولها بلين وحكمة ورحمة، إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، سنظل نعكف عليه حتى يرجع إلينا موسى. ومما يدلكم يا إخواني ويؤكد لكم هذه القضية، حصل لهم موقف قبل هذا، من يعرفه؟ أي نعم، لما مروا بأناس يعبدون شجرة قالوا اجعل لنا يا موسى إلها كما لهم آلهة، ولذلك اشتد عليهم موسى، فماذا قال لهم؟ قال إن هؤلاء قال إيش؟ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فكانت يعني مقدمات الشرك والضلالة موجودة، ولذلك وقعوا في هذه الفتنة التي زينها لهم السامري. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، يعني ما منعك أن تأتي بمن أطاعك إلي في الموعد الذي وعدنا به ربنا سبحانه وتعالى، إذ رأيت هؤلاء ضلوا، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني وتلحق بي، أفعصيت أمري، ألست قد أمرتك أن تخلفني في قومي وأن تلحقني؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. من حدة موسى عليه الصلاة والسلام أنه مسك هارون وهو نبي من أنبياء الله، يجب عليه توقيره واحترامه، لكن الغضب لله حمله أن يفعل ذلك في ذات الله، فأمسك بلحية هارون ورأسه وأخذ يجره إليه. لا إله إلا الله. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وما قال هذه الكلمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إلا أن لهارون لحية كانت موفرة وموفاة ولم يكن شيء يعتدي عليها، وإلا كان قال أخذ بلحيه وبرأسه، قال بلحيته يعني أمسك بها وأمسك برأسه وأخذ يجره إليه. قال يا ابن أم، ناداه بوصف بالأم ليذكره بالرحمة، لأن الأم موطن الحنان والرحمة، وإلا فهما أخوان شقيقان من أب وأم. والعجيب أن هارون، وهذا من فصاحته، ناداه في هذا الموطن فقال يا ابن أم ولم يقل يا أخي، ليذكره بهذا المعنى حتى يرحمه كرحمة الأم لابنها. وأما موسى عليه الصلاة والسلام فلما انتهى الموقف قال رب اغفر لي ولأخي، ناداه بوصف الأخوة لأن هذا هو اللائق بالمقام، فكل منهما وصف صاحبه بما يليق في المقام الذي يناسبه. قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، ألست قلت لي يا موسى أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أنا نهيتهم وأنكرت عليهم فعصوني، وكان منهم جماعة أطاعوني، فلو أني تبعتك بمن أطاعني لبقيت بقية فتفرق بنو إسرائيل، فأنا آثرت اجتماعهم حتى ترجع إلينا، وهم قد قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إذن يعني شركهم هذا كان معلقا على شيء، وهو أن يرجع موسى فيحكم هل هذا إلهه أو أنه وجد إلهه هناك، فلأجل ذلك آثرت مصلحة الاجتماع،
ولكن موسى عليه الصلاة والسلام آثر مصلحة الاتباع على مصلحة الاجتماع. قال: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ وهارون قد اجتهد عليه الصلاة والسلام وأراد أن يصلح. قال الله عز وجل: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. عند ذلك لما علم عذر أخيه عذره، وقال في سورة الأعراف: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم انتقل بعد ذلك إلى السامري وأخره. لماذا أخره؟ لأنه مؤخر، ولأنه علم أنه لا يتوب وأن الشرك متأصل فيه. قال: فما خطبك يا سامري؟ ما شأنك؟ ما هذا الذي أحدثت وفعلت؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، رأيت شيئا لم يبصروا به، وهو أني رأيت حافر فرس جبريل، فأخذت قبضة من تحت ذلك الحافر، رأيت أنها تنفع في بث الحياة في الشيء الذي تبث فيه. هكذا يقول أكثر المفسرين. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي طرحتها على الذهب المذاب الذي كوننا منه العجل، وكذلك سولت لي نفسي. ولذلك لم يستتبه موسى عليه الصلاة والسلام، قال: فاذهب مطرودا مبعدا، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ألا تمس أحدا ولا يمسك. لماذا؟ لأنه قد ابتلي بمرض فالناس يبتعدون عنه إذا مس أحدا أو إذا مسه أحد مرض. قالوا: فبقيت هذه فيه وفي ذريته. يقولون أو يقول المفسرون إنهم يقولون إلى اليوم لا مساس، والله أعلم هل هم موجودون الآن أو بادوا، الله أعلم. وإن لك موعدا لن تخلفه، وفي قراءة لن تخلفه، لن تخلفه من الله ولن تخلفه أنت، لأن الله عز وجل سيجمع فيه الناس وستأتي فيه ذلك الموعد، فتلقى جزاءك على ما زينت وسولت من الشرك. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي عبدته من دون الله وعكفت عليه، لنحرقنه، وفي قراءة لنحرقنه، يحرقه بجملته، ونحرقنه قطعة قطعة، فلنبقي منه شيئا، ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي نذرينه في اليم فلا يبقى منه شيء. أما من عبدوا من بني إسرائيل العجل فإن لهم قصة مرت بكم في سورة البقرة، وهو أن الله عز وجل أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، فهاجت ريح عظيمة غبراء، فاجتمعوا في صعيد وحمل كل واحد منهم سكينا فصار يقتل كل من يقابله، حتى صاح موسى مناجيا ربه أن هلكت بنو إسرائيل، يا رب اغفر لهم، فغفر الله لهم، فكان من مات كان موته مغفرة له، ومن بقي كانت حياته أو تعرضه للموت سببا لمغفرته، للمغفرة له. قال: ثم لننسفنه في اليم نسفا. ثم ختمت قصة موسى بمثل ما بدأت به. بدأت قصة موسى بالألوهية، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، والختام: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. كيف تعبدون مع الله غيره؟ كيف تسوي لكم أنفسكم أن ترضوا بغير الله إلها أو تشركوا مع الله أحدا سواه؟ وسع كل شيء علما، أي علمه وسع كل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا إله إلا هو سبحانه، ما أعظم شأنه. علمه واسع محيط بكل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وبهذا أحبتي الكرام نصل إلى ختام المجلس الرابع من مجالس سورة هود، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم المجلس الخامس من مجالس هذه السورة، وهو المجلس الأخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.